أعزائي المشاهدين السلام عليكم. 10 دقائق جديدة، 8 دقائق بس، في أحدث السرقات حول العالم. بص يا محترم، دي واحدة دخلت محل ملابس محل ملابس وهتسرق اللابتوب. يعني ده لابتوب بحسابات، يعني عليه ديون، فلان خد كذا وفلان خد كذا وحلني بقى مين اللي هيدفع ومين اللي ما هيدفعش. يعني خسارة لابتوب وخسارة حسابات عليه. تصرفي عند الدكتور ان شاء الله. ما هتبيعه بسعر شاحن. عندكم استعباط؟ قال لها لا ما عندناش. طب هنروح ندور في حتة ثانية. يلا يا بنت انت وهي، هنبقى نجيب لكم. حاضر. ومشيت. شوف اللي بعده. والراجل قاعد ولا اللي بعده. ده برضو واحد بيختار ابعد حاجه في المحل، يقول له هات لي منها، طبعا عشان صاحب المحل يروح يتشعلق كده زي ما انت شايفين، وقوم سرق الموبايل بتاعه محاوله وفشلت، محاوله تانيه وبرضو لسه. فهو بيختار ابعد حاجه، الحاجه البعيده عشان سعادته يروح يجيبها، وده يتفرفض بالحاجه اللي تتسرق. اهو لسه سحب الموبايل حطه في الكيسة. بس كفاية خلاص كده، مش عايز. خد يا باشا الباقي ومع السلامة. اللي بعده ده واحد داخل على الموبايل على طول، يعني تحس كده ان هو متعود على الحرام. دخل بص زحمة بقى، وبيحبوا الحرام، يحب الزحمة، الحرام يموت في الزحمة، تتزحم في جهنم يا بعيد. بص دخل سحب موبايل من على الترابيزة، محدش شاف حاجة. حلو حلو جميل، محدش قال له انت بتعمل ايه ومبتعملش ايه. مشي. السلام عليكم وبالسلام. ده برضو واحد يختار ابعد حاجة في المحل، ولو مفيش حاجة بعيدة يختار حاجة من المعروضة بره. وقام واخد الموبايل. طب هبقى اجي لك مرة تانية. لا خوف بقى من ربنا ولا من الحساب ولا من اي حاجة. ده واحد معدي في مول، فلقى صاحب المحل مشغول، بص على المكتب بتاعه لقى فيه فلوس. اسيبها؟ لا ازاي اخدها. بس طبعا صاحب المحل هيتحاسب على الاهمال ده، زي ما الحرامي هيتحاسب على سرقته، صاحب المحل او صاحب الحاجة اللي اتسرقت هيتحاسب على الاهمال. ده برضه واحد قال له اديني موبايل اعمل مكالمة بعد اذنك، يعني مكالمة واحدة بس اصلي. وقام واخد الموبايل وفك. فين بقى؟ وجيت اللي بعده. ده واحد معدي في محل، عارف ان صاحب المحل بياكل عند واحد زميله، فقام رايح باصص شمال ويمين، محدش شايفني، قام مدد ايده سحب التليفون. طب سلام عليكم، هبقى اجي لك مره تانية لما تخلص غدا. خش اللي بعده. ده برضو واحد ماشي في لا ده هو ماشي. الحرام معلش. دول بقى عصابه، يعني الفيديو ده دقيقتين تقريبا او دقيقتين ونص. ده واحد بيبيع ملابس، يعني بيكسب كام؟ ده الحرامي الاول، يعني هيكسب كام اللي بيبيع ملابس في الشارع عشان تسرق منه حته ولا حتتين؟ دول عصابه، يعني مش واحد ولا اتنين، لا عصابه رايحين على واحد بيبيع ملابس في الشارع، يعني مش صاحب محل. طبعا حرام سرقة صاحب المحل برضو، بس يعني مفيش رحمة بقى، اللي هو مفيش خالص، معدومة. ده التاني واللي الناحية دي ده، وده التالت، هم تلاتة جنب بعض هيداروا بعض بقى. السارق الأول يلا، واحد هيداري واحد، الرابع ركز. ده ميغا عصاب. يعني لما كل واحد من دول ياخد حاجة، سيب تقول الراجل، يعني تقريبا كده شغل الشهر كله طار. ايه فيش رحمة؟ فيش دين؟ مفيش.
هتحطها على جسمك ازاي يعني؟ يعني ازاي؟ هما واقفين جنب بعضه، الحرامي الاول خد حتة ومشي، والتلاتة جنب بعض. ركز، هو بيديله بيحط في الكيسة، هيلف بيها دلوقتي وهتشوف. واحد واقف ورا واحد، هيمشي مش يستكفوا بحاجة واحدة؟ لا، ازاي كل حرامي من الأربعة لازم ياخد حبة وبيعبي في الكيسة؟ ملك كيس ومشي. ده الرابع، لسه في اتنين واقفين. بيطمن للزبون. ده الخامس، واحد غيره او راح ودى البضاعة ورجع. والراجل اللي قاعد لا حول به ولا قوة، عايز ياكل عيش. يا عالم، عنده كام ولد ولا كام بنت ولا كام حد يتيم ولا ايه بالظبط بيه؟ ولا بيصرف على نفسه؟ ما بيسرقش، مش حرامي. اللي قدامنا درجي، هو اللي ينقي الحاجة النظيفة ومحطها ورا ظهره، التاني ياخدها يحطها في الكيس. ابو كيس اهو مشي. يلا، لا احنا خلاص مش هنشتري الحاجات دي، غالية. شفت؟ وما اشتروش الاتنين دول، يعني ما فيش واحد فيهم اشترى حتة واحدة بس، وسابوا الراجل ينش المكسب طول الشهر اللي كسبه. هي دول بيسرقوا أنبوبة غاز من بيت وبراويطة، يعني هما بيسرقوا الأنبوبة بس هيشيلوها على كتافهم. احنا نتعب نفسنا ليه؟ لو العربانة اللي بتاع اللي بتتزق دي معجلة واحدة دي خدوها عليها ومشوا، احنا لسه هنشيل على كتافنا؟ لا، احنا نسرق كل حاجة. يعني لو معاك رقم صاحب البيت نرن عليه نقول له هتهلنا لحد البيت. ها، كسل، حتى حرامي كسلان. ده واحد دخل جوه الصبح بدري بدري بدري. ده المساعد، ده المساعد. طلع الأنبوبة والبراويطة، حط العربانة، يلا يا ابني انت وهو. ده واحد بيعدلها بس كده، انا مش دوري ان انا اسرق، لا انا اعدلها بس، انا اعدلها. دخل يشوفوا حاجات انها تتسرق، ده استعجلهم قالك لا انا خدها وامشي بقى، انا مالي، لا مش همشي. يلا هات انت. ده خدوا كمان واحدة انبوبة، تلات انابيب، ده مستودع بقى. تصدق خد واحدة على كتفه واتنين، يا نهار ابيض، ادي واحدة، ده كل واحد شايل واحدة على، يا ولاد اللذينة. ده خمسة، لا ده مش واخد حاجة. تلاتة على البروتة، واحدة على كتفه. وصل على رسولك يا إلهي وعترته وصحبه ما ذكرتا.